أنا في رأيي إنه أفضل طريقة للاحتفاء ب25 يناير في الوقت الحالي هو تجاوز 25 يناير، وده أنا كنت كتبته في مقالة يعني بعنوان تجاوز يناير. أنت عندك سلطة مهووسة ب25 يناير لدرجة إنها بقت عفريت بالنسبة لها، شبح يبدو كامنا خلف كل ثلاثة واقفين على ناصية، خلف كل تليفون محمول. والتجاوز مش بمعنى النسيان، تجاوز بمعنى انه ادراك انه الحاله بتاعت 25 يناير يمكن كانت اخر فرصه ليها في مذبحه رابعه وما بعدها، لانه الرجوع لحدود 11 فبراير ما بعد مذبحه رابعه وما بعدها بقى شيء مستحيل. يمكن لغايه قبلها كان ممكن نرجع تاني لحدود 11 فبراير ونقول يلا يا اخوانا كل واحد يشيل على قد شلته، وانت تعتذر عن اخطائك وانت بس خلاص. دلوقتي الحسبه بقت حسبه تانية. يعني الفكره، فكره ان انت بتدرك انه مش يعني اذا السلطه من الغباء بحيث انها متخيله ان سيناريو 25 يناير هتكرر بحذافيره، وما تكونش انت من الغباء بحيث ان انت تتخيل انه الحل ده هو تكرار نفس الاخطاء بكلام يبدو طيب وجميل لوحدة الصف وكلنا لازم الأول نبقى فاهمين إنه إحنا عايزين إيه للمستقبل، عشان إيه شكل بكرة اللي إحنا محتاجينه. إذا السلطة منعاك من العمل، هي مش منعاك من التنظير، هي مش منعاك من التفكير، هي مش منع الناس إنها تستغل الفيسبوك وتويتر إنها تشبك مع بعض وتربط مع بعض، لأنه السلطة كمان بتستثمر باللي بتعمله في لحظة الانفجار القادمة. بتعمل نفس اللي عمله مش بس حسني مبارك، اللي عمله حافظ الأسد وصدام حسين، فهي كل يوم بتستثمر في ده. طيب لو حصلت لحظة الغضب والناس اللي هي ما بيخرجوش بالتحريض ولا بالفيديوهات اللي لا من بره ولا من جوه، مع تقديري لحسن النوايا المفترض عند الكل، الناس بتخرج في اللحظة اللي بتشوف انه خلاص ما عادش فيه بديل. وانا ما بفهمش فكرة ان واحد شاف يوم 28 يناير بالتحديد اللي هو يوم الثورة الحقيقي ويقول كلام عن اليأس والأمل والثنائيات اللي هي الميلودرامية أو الدرامية. أنت شفت بعينيك أن الناس في اللحظة اللي قررت أنه ما فيش بديل عن الخروج، دلوقتي الناس تعلمت دروس كتيرة، وبان من اللي حصل بعد فيديوهات محمد علي أنه إدراك الناس عن السلطة مركب قوي، وأن هم شايفين أن كل تحرك ممكن ما يبقاش بريء، وأن كل شيء ممكن يبقى وراه شيء، فأنت لازم تبقى فاهم ده. لكن الدرس المستفاد الأهم في رأيي وفي تقديري أنه لما يحصل لحظة انفجار، لحظة انتفاضة، لحظة غضب، أو حتى لحظة تصدع بنيان السلطة نفسه، المهم أن الناس اللي مؤمنة بنفس الأشكال والتصور تلاقي بعضها، مش تفضل مدارية وراء أوهام بقى مش حقيقية اللي حكاية وحدة الصف والوحدة، وتكرر نفس الأخطاء بتاعت الماضي، وما عندناش يعني مش لإما نقتل بعض لنتوحد مع بعض وننسى أفكارنا إيه ومبادئنا إيه وإيه شكل الحلم اللي احنا عايزينه. فأنا شايف إن هو ده الدور، إحياء الذاكرة، إحياء إنعاش الذاكرة للحفاظ عليها من التزييف، لكن الأهم هو التفكير إنك هتعمل إيه في المستقبل مع المؤسسة العسكرية، هتديرها ازاي؟ هل بنفس الشعارات القديمة؟ هتعمل ايه مع تيارات الشعارات الإسلامية باختلافها، اخوان وسلفيين وجهاد وكذا؟ يعني اذا انت شايف ان هم من اخطائهم ان هم مش بيفكروا في اللي فات وبيفكروا، فما تعملش زيهم. فده في رأيي يعني اهم شيء، وهو في الاخر اضعف الايمان. يعني في مثل شعبي بيقول كل شل ويشبه له حتى الحمار وانيه. هو بيفترض هذا المثل الجميل انه الحمار واللي وصاحبه مع الوقت بيشبهوا بعض، انه بيحصل زي عشره كده ما بين الاثنين. فانت لو طبقت هذا المثل على اعلام السلطه باعتباره اقرب حاجه للحمار يعني، او للتفكير الحميري بمنطق توفيق الحكيم، وفكره يعني الحموريه العقل، مش بنتكلم عن الحمار كحيوان، فانت ممكن تقرأ المشهد الإعلامي من بدايته في عبارتين مفتاحيتين قالهم السيسي في لحظة مبكرة، من واحدة قبل سيطرته على السلطة وواحدة مع بداية سيطرته على السلطة. الأولى لما قال إنه عبد الناصر محظوظ بإعلامه، والنقطة الثانية اللي هي كانت قبل ما يوصل للسلطة لما اتكلم على إنه تكوين الأذرع الإعلامية مسألة محتاجة وقت،
العبارتين دول هم اللي شغالين طول الوقت. بس بما ان احنا قلنا ان كل شيء يشبه له، فلما يبقى البلد ماشيه على منطق الارتجال اللي هو الناس في الاول كانت بتعتبره شيء، انه الراجل اللي بيسهر طول الليل ويصحى الصبح يكلم بتاع قناة السويس يقول له انا شفت حلم وبتاع ولازم نعمل كذا، والناس تعيط انه يا سلام على البتاع ده ارتجال، ده عشوائية، ده ممكن يبقى مبهج في لحظة الحلم، بس لحظة التنفيذ اللي توصل البلد اللي الناس بتكابر انها تواجه نفسها بالحقيقة، انه في رئيس بيحكم البلد قال انه ما احناش بتوع دراسات الجدوى، دراسات جدوى ايه؟ فبالتالي من هنا لا يتطابق الحلم، انه كل شيء اللي يشبه له اعلام عبد الناصر يشبه عبد الناصر، لانه راجل عنده تكوين ثقافي وعنده قاري وهو في الكليه الحربيه في سجل اختلفنا او اتفقنا معاه، وجدانه متكون بشكل معين، مدرك بحكم نشاته ان التكوين المصريه مهم جدا فيها الفنون، فعارف ازاي يتعامل مع صلاح جاهين وازاي يتعامل من غير ما بيكلمهمش بيقعد معاهم في التليفون، بس ازاي انه يسيب حاله ما، فالحاله دي توحي بان في شيء حقيقي وكبير، وهو مش حقيقي ولا كبير لانه شديد الهشاشه برغم عظم المواهب اللي موجوده فيه اللي موروثه من تعليم سابق ومن مناخ انفتاح سابق في عهد ما قبل الثورة بكل عيوبه وبكل مساوئه، لكن كان في لحظة انفتاح العقول دي تكونت فيها. كمان هتلاقي العقل ده لما تشتد لحظة الأزمة، يعني يبقى مضيقها قوي والناس تضطر تسافر بيروت وتعمل أفلام هلس وكذا، لما تيجي لحظة الهزيمة العقل ده نفسه يقرر انه يفتح الهويس بلغة شيء من الخوف اللي هو أقر سنة 68 بعد الهزيمة، والأفلام كتير ميرامار، وأنا نشرت شهادات لتوفيق صالح وكمال الشيخ بيقولوا ده، بيحكوا فيه إنه المخابرات كانت بتعمل تقرير، ده حكاه لي كمال الشيخ في الحوار اللي أنا نشرته، بتعمل تقارير يومية بالضحكات بتاعت الناس في ميرامار فين بتبقى فين، فزي ما هو بيفتح بس هو بيرصد. طيب لما يبقى ده العقل كده وده شكله، شفنا إعلام السادات هتلاقيه شبه السادات، وإعلام مبارك هتلاقيه شبه مبارك، بليد وبطيء الحركة وعديم الخيال، لكن في نفس الوقت لأن مبارك مش مدرك قيمة الإعلام في التأثير ومنطق خليهم يتسلوا ده بلت إن عنده من زمان، إن هو شايف إن المثقفين دول ما فاروق حسني حطهم كلهم في الحظيرة، فأنا ليه يعني يضايقوني، فبيبقى فيه التدخلات بليمت، يبقى فيه يجي مثلا رئيس مجلس إدارة كويس أو رئيس تحرير شاطر زي مصطفى نبيل الله يرحمه في الهلال فيعمل مجلة محترمة تبقى استثنائية، بيسيب المساحات. لكن لما يكون عقل الحاكم حذر ومبني على تجربة ليها علاقة بالخداع والخيانة والدم والقتل، وفي دراما مكبثية شكسبيرية كبيرة في الموضوع احنا مش متخيلينها، لكن شكسبير شرحها ببراعة في مكبث لما قال لك انه اليد التي ملطخه بالدم لا يغسلها عطور لا تذهب رائحتها ارقى عطور العرب، حاجه زي كده. هو في تصور في دماغه، هو شايف حاجه انت مش شايفها، انت مستغرب انه يا عم انت عايز ايه يا عم، ما البلد كلها ساكته والناس في حالها، بس هو في شيء درامي مختلف. عشان كده قرايه النظام بعيدا عن اللحظات المؤسسه بتاعته اللي هي في رايي انها لحظه التفويض وما تلاها سواء من مذابح صغيرة أو كبيرة، هو ده اللي يخليك تفهم الكثير من تصرفاته. فكرة أنه يدوم أو ما يدومش دي محدش يقدر يقولك أنه يدوم أو ما يدومش، بس يقدر حد يقولك ناجح ولا فاشل. لأنه يدوم، طب ما هو النظام الصيني والنموذج الصيني اللي هو بالمناسبة رول موديل ونموذج ملهم، وليس يعني سرا وأنا كتبت الحكاية دي أن في ضباط تم يعني إرسالهم في مهمات عمل لروسيا والصين، كتبت انا الموضوع ده، بس الامريكان بيقفشوا، والامريكان لما اكتشفوا حكايه البيع للاسلحه لكوريا الشماليه فرملوا كتير الموضوع، والا انت كنت هتلاقي التعاون عيني عينك مع الاجهزه، ما هو في الاخر هو الامريكان بيقولوا لا اصحى بقى وفوق في حدود الحكايه. طبعا ممكن حد يقرا من باب انه الاستقلال الوطني، ما هي برضه الحسبه القديمه، حسبه عبد الناصر اللي هو فكره الاستقلال الوطني وانك تدور على السلاح في الشرق وروسيا، دي حسبه تانية، ده عالم اخر. فيستحسن الناس ما يضحكش عليها بهذا الكلام، لانه الحكايه حكايه مصالح وحكايه
حكاية امتيازات، وبالتالي هو بيطبق مبدأ اللي تغلبه العقل. فبالتالي لو هو في لحظة اللي يغلبه ان هو يتيح اسماء زي ابراهيم عيسى وزي منى الشاذلي وزي لميس الحديدي ان هم موجودين بجماهيريتهم ويعملوا برامج، بيلعب اللحظة اللي دول خلاص ما يقدرش، بيقفل المحبس، بيخلي مثلا ابراهيم عيسى يعمل برنامج في الاذاعة رغم انه راجل عنده جماهيرية عريضة، يسمح له انه يشتغل في برنامج ديني او فكري في الحرة، لكن ما يخليهوش يقرب في السياسة او يتكلم في السياسة. لميس الحديدي يحطها شوية جوه التلاجة ويطلعها بره التلاجة شوية حسب، وفي الاخر تشتغل في قناة سعودية. عمرو اديب نفس الحكايه، بيشتغل في قناه سعوديه. دول الفراوده بتوعه. منى الشاذلي يسمح لها انها تبقى موجوده بس فقط تتكلم في برنامج منوعات، ويبقى نازل باسلحته الضاربه اللي هم الشتامين واللي هم حتى لا يستحقوا ذكر اسمهم سواء في الاعلام او في الصحافه. دول اللي عندهم مش محتاجين انه مثلا زي ما ابراهيم عيسى او عمرو اديب كانوا بيقولوا في حوارات انه السيسي كان بيكلمنا كل اسبوع. لا، ده هنا مش مستوى، هنا الرائد تامر هو اللي بيتكلم بيستك عليه فيخش يبستك عليه فيخش يكتب كذا او يقول كذا او بتاع. فدي الفكره، ده مش نجاح. وهنا الارقام بتقول سواء في الدراما انه حاله التخبط الرهيبه اللي ادت الى خراب بيوت الناس في الاعلانات، الى كم الناس اللي انا اعرفهم اللي بيدوروا على شغل في الدراما من اسطوات الدراما، اسطوات بمعنى ان هو منتجين شطار، كتاب، مصورين، كلهم بيدوروا على اشغال بره مصر او في شركات بره مصريه، وهم ما كانش عندهم اي مانع ان هم يشتغلوا مع النظام. برضه نفس الحكايه، الصحافه اللي بتنهار، الصحافه الورقيه ما بقتش موجوده خالص، الصحافه الالكترونيه، الاعلام نفسه التلفزيوني بيطلع فيه الصحف المؤيدة للنظام اللي كانت زي المصر اليوم زي غيره، في كتاب مؤيدين للنظام بيطلعوا يقولوا للنظام ايه اللي بيحصل ده، وانتوا ليه سايبين اعلام الاخوان يكتسح ويشتغل. يعني نفسه هو نفسه اللي بيشتغل معاك بيقول لك يا باشا دورني، يا باشا شغلني صح، انا مستعد اشتغل بس اديني الحد الادنى اللي يخلي الناس تسمعني. فبالتالي لا، ده احنا ما بقيناش محتاجين نسال ده هينجح ولا لا، ده ثبت بالدليل القاطع. حتى الدراما هذا الموسم قرروا ان هم يدوا بعض المنتجين القدامى مسلسل، مثلا زي العدل جروب بعد ما كانوا منعينهم السنه اللي فاتت ما اشتغلوش خالص، لانه ادرك ان هو ايه بدايه ادي العيش لخبازه، بس يعني ايه برضه يبقى هو الضابط قاعد على الـ على الـ على العجين وقاعد على الـ 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 الفرن، فحسبة عمرها ما تخلص. لكن تدوم أو ما تدومش دي في إيدين الشعب المصري. هو الشعب المصري زي ما قرر يوم 28 إنه يطلع يخلص الموضوع، هو قرر زي ما قرر إنه هو في لحظة يحط البلد في مأزق إنه يبقى الاختيار إما إخوان أو شفيق. في الشعوب بتتعلم من تجاربها، وما يقدرش حد إن هو يدعي فكرة انه يديها دروس، ولا برضه يقول الكلام القديم بتاع الشعب هو المعلم والكلام ده. يعني في حاله وسط في النص، لكن طبعا النتائج اللي بتحصل دلوقتي نتائج كارثيه، في حاله تجريف ونحل، يعني محو لإنجازات كانت قائمه بالفعل. واللي مش مصدق يعمل استفتاءات في العالم العربي ويشوف موقع الدراما المصرية كان فين في العالم العربي من 2000، مش هقول لك 2010، لغاية 2014، وموقعها فين دلوقتي. موقع الصحافة المصرية، مين الكتاب المصريين اللي بتقروا في العالم العربي، ها، ومين والمفاجأة انك هتلاقيهم اغلبهم ممنوعين في مصر او محجوبين في مصر، زي علاء الأسواني، زي عز الدين شكري اللي هم ليهم رواياته وغيرهم يعني. لكن في الوقت نفسه في اسماء، الناس لما انت تحكي بالمواقع الناس مش هتبطل تقرا، ما هيروحوا للمواقع المتاحه. فبدا ينتشر اسماء خاصه، سواء في الكتب، سواء في الدراما، سواء في الناس بتستهلك، في جزء من الاستهلاك. فالحياه لا تتوقف، لكن بالتاكيد النتائج اللي حاصله دلوقتي كارثيه. هو السيسي لما قال حكايه انه عبد الناصر محظوظ باعلامه، هو كان محتاج الحاله الناصريه اللي هي فكره ان الدوله ما بتكلمش الاعلام تقول له يقول ايه. هو في سيستم شغال
والناس بتتبارى، بس هو نسي انه مش كل اللي كانوا شغالين في ظل اعلام عبد الناصر كانوا منافقين، في ناس كانوا بيعيطوا وبيبكوا بالدموع لما يكتبوا غنوة للسد العالي، كان في مصدقين، كان في حلم شامل للناس ومرتبط بفكرة بغض النظر عن مآلات الحلم ده او مساراته، بس ما كانش في ضابط بيكلم صلاح جاهين يقول له اكتب حكاية شعب، اللي هو انا في رأيي ان صلاح جاهين كاتب حاجات، وانا انا لما بقول صلاح جاهين بقول ابونا صلاح جاهين، بس في حاجات مكتوبة شديدة السوء ولا تليق بمقام هذا الشاعر الكبير، بس هو كتبها وهو مصدقها، مش مكلمها لانه الضابط كلمه، او ممكن ده ما يبقاش، ده يبقى حكمي، حكم الاجيال الاخرى اللي مش مرتبطة بيه عاطفيا يبقى اقصى، كل واحد حر في حكمه، بس انت كمان لازم تحط الحاجة في سياقها، لازم تحط الحاجة في سياق انه فعلا كان موضوع اسرائيل والصراع والعدوان والتدخل الامريكي السافر، انما احنا دلوقتي بنتكلم في، انت بتتكلم في مؤامرة اسرائيلية، وانت اسرائيل مدخلة لك الغاز، وانت ما بتطلعش طلعة لضرب داعش في سيناء الا بالتنسيق مع اسرائيل، واسرائيل هي اللي بتقول ده، انت بتتكلم في انه الامريكان بيلطشوا لك في الاعلام على موضوع الاسلحة بتاعت كوريا الشمالية وانت بتقدرش تفتح بقك، فسياق تاني، فانت متوقع انه يعني بغض النظر عن الفارق في التكوين الثقافي والفني والبراعه اللي تخلي محمد عبد الوهاب يكتب مزيكا رائعه لاغاني انا في رايي مضحكه، انا بتعامل معاها اغاني كوميديه، وكان ممكن تبقى احلى لو اتعملت عليها كلام حب وعاطفي مش دقه ساعه العمل الثوري بكفاح الابطال، ممكن يبقى اللي عاشوها متاثرين بيها، بس احنا مش مطالبين بتبني ده. فانت لو جيت تقول لايمن بهجت قمر اللي هو شاعر موهوب وانا بحب شغله واشتغلت معاه، واللي هو عمل الغنوه اللي اتعملت ايام ما كان السيسي لسه مصدق شعبيا، اللي هي قوم نادي على الصعيدي وابن اخوه البورسعيدي، دي غنوه جايه في لحظه تصديق فطلعت حلوه والناس صدقتها وبقت تضايق حتى المعارضين، وكانوا في ذلك الوقت قله، وكان بيتقال عليهم ان هم قابضين، وكان بيتقال يقولوا للناس يا جدعان ما تعيدوش الفيلم تاني، بس الناس كانت مصدقه وشاريه. ففي اللحظه دي حتى الكام حاجه المنوره اللي منوره بمعنى انها نجحت، مش بالضروره تبقى منوره قيميا او منوره مبادئيا، بتكلم على لحظه توهج فني. دلوقتي تعال اقول لايمن بهجت قمر اكتب غنوه زي دي، انا اتحدى اللي هو اكثر واحد موهبه في شعراء جيله، فتلاقي اللي طالع والمنتشر يعني الريحه هي اللي تجاوب، لانها جايه من لحظه مختلفه، لحظه فيها عبارات من نوعيه هبني وهبني وهبني، ده موضوع تاني غير الشعب لم يجد من يحن عليه والحنان والبتاع، لا في حالة تانية خالص. فبالتالي الفكرة انه كن حذرا، تعرف المثل اللي هو بتاع كن حذرا فيما تتمناه فقد تحصل عليه، برضو كن حذرا فيما تشكمه فقد تشكمه بالفعل، فتكتشف ان انت عطلت آليات المبادرة، عطلت آليات الإبداع، فما ينفعش انك تيجي تقول لواحد هو عارف انه شغال عندك بالأمر تقول له اعمل لي حاجة عظيمة كده ومبدعة، عمره ما يعملها. يعني حتى المشروع النازي في بداياته الفنانين اللي ارتبطوا بيه، واحد زي عزرا باوند لما ربط نفسه بالفاشية وهو من كبار الشعراء في العالم، وكان حالة مذهلة، ازاي عزرا باوند يبقى مؤيد للمشروع الفاشي؟ هو أيده في بداياته في لحظة التوهج، الحلم، لحظة الأفكار التي بدت إنها منقذة للناس من أزمة القرن التاسع عشر وانهيار المثاليات اللي في أواخر القرن، فكان دي اللحظة اللي طلع فيها هذا الشكل اللي يخلي ناس زي مارتن هايدجر مرتبط بالنظام النازي وعزرا باوند مرتبط بالنظام الفاشي، لكن بعد كده الحكاية اختلفت. فلما يعني بتتكلم عن الدكتاتوريات المأصلة، فلكن دكتاتوريات بير السلم اللي هي معمولة بالحب وكلشن كان، لازم طبعا تبقى حالتها في الآخر إعلامها يبقى من صناعة بير السلم. أنا بدأت تجربتي الصحفية الحقيقية في منتصف التسعينات، قبلها كان في فترة تدريب في روزا اليوسف لمدة سنة، لكن لما شاركت في تجربة الدستور مع إبراهيم عيسى في 95 وبعدها مع الأستاذ إبراهيم عيسى وما بعدها، كانت لحظة تحايل، أنت بتتحايل على الرقابة، وطبعا فيها تفاصيل كتيرة درامية وأنا يمكن كتبت بعضها، بس يعني يتعمل فيها مسلسلات، الناس ما كانتش بتصدق إن إحنا بنروح الرقابة كل أسبوع، لأن إحنا الترخيص بتاعنا أجنبي من قبرص.
وبعدين لحظات منع ومصادرة، وبعدين تفرق هذا الجمع، وبعدين عصام إسماعيل فهمي خد حكم قضائي في 2005 مع بداية الانفتاح اللي هو كان جزء من رغبة النظام في استرضاء الأمريكان لتمرير مشروع التوريث، وده شيء مش سر، ده قاله مصطفى الفقي علنا يعني. وطبعا الناس ساعتها هاجموه لأن كانت تنقح الوطنية عليهم، لكن الراجل كان فاهم هو بيقول إيه، إنه يبقى حزمة نيوليبرالية، الاقتصاد الحر على حرية الصحافة على كذا. ففي ظل ده ارتفع السقف بشكل، إحنا فاكر أول سنة في الدستور يعني أنا وعمر سليم وإبراهيم عيسى طبعا رئيس التحرير، كل واحد كان محضر شنطته جنب الباب، يعني يسأل عمر سليم في ذلك يعني بصفحة قلمين. كان بالنسبة لنا ده عمل فدائي، وبنواصل اللي كانت عمل قبلها في الدستور في العربي، عبد الله السناوي عبد الحليم قنديل، واللي اتعمل قبلها في الدستور القديمة وكذا. لكن لما جت لحظة الانفتاح دي اللي هي صنعت بشيئين عشان الناس ما تضحكش على بعض، صنعت بالنضال لكن صنعت برضو برغبة السلطة في استثمار ده لمكاسب سياسية عشان الناس ما تضحكش على نفسها. فالانفتاح بقى انه المصري اليوم بقى سقفها عالي، انه انا فاكر اول ما كنت بكتب في المصري اليوم في الاول في 2008 كان في جدل يومي مع مجدي الجلاد على الحتة دي جديدة الحتة، بس هو كان الحقيقة يعني بيسيبني انشر الحقيقة، ما كانش فيه ملاحظات كتيرة، دي شهادة مستحقة. وبعدين بقى الانفتاح اللي حصل في البرامج ده، كل ده بالتزامن، احنا بنتكلم في ايه 2006 2007 2008، انه النظام مدرك انه في الاخر خلي الحكاية تتسلى وخليهم يلعبوا، وفي نفس الوقت انت ايه مشي اجندتك السياسية بانتخابات مجلس الشعب بتحدي الناس. لما تهدت الحسبة والدولة وقعت في حيص بيص في 2011 وفي 2012، وفي أساطير كثيرة بتروج عند الناس إنه إن الدولة عميقة وبتاع، الناس ما بتحبش تواجه نفسها بمسؤوليتها، فهتلاقي ناس كتير من اللي كانوا بيتبنوا عنتريات غير محسوبة في 2011، وكانوا بيشتموا وبيهاجموا أي حد يقول لهم يا جماعة بالعقل بالهداوة، التفكير الثوري مش معناه النفي السياسة وقتل السياسة، مش معناه التفكير بشكل خيالي، لا لازم التوقف عن. فدول لما ثبت ان خواء اللي هم بيقولوه ان هم مش مدعومين بحاجة، دول اكتر ناس تلاقيهم متبنيين نظرية المؤامرة، وان ده كله كان مخطط وبيحصل بالبتاع، وان اي حد شغال مع النظام حتى لو هو بيدفع ثمن ده، لا انه اكيد دي مسرحية وكذا. فالناس لانه ما استثمرش بشكل سياسي اللحظة بتاعت 2011 اللي الدولة كانت فيها في أضعف حالاتها وكانت مرتبكة، وكانت وهنا الشهادات كتيرة وأنا شفتها يعني بنفسي، كانوا بيخافوا جدا من ائتلاف شباب الثورة أكتر من الإخوان، لأنه بالنسبة لهم ده مش مفهوم. الإخوان فيه مفاتيح، في الضابط عبد الباقي بيه اللي يكلم الدكتور عصام أو يكلم مش عارف مين، إنما دول مين اللي يكلمهم؟ مين الناس دول؟ وإيه دخلتهم وإيه كذا؟ لما أدركوا إنه الناس دي مش مرتبطة بالميدان فعلا، وانه حتى الميدان، وده طبيعة الثورات برضو عشان احنا ما ندعيش الحكمة بأثر رجعي، ده جزء من التفكير، واحنا بنشوفه بيحصل دلوقتي في دول عربية نفس الشيء، ناس بيرتفع سقف أحلامها، فأي حد بيقول لهم خلوا السقف ده منظم بيتهموه بالإصلاحية فينقلبوا ضده، فالسلطة تضربه فترجع السلطة تضرب الكل. ده من أيام الثورة الروسية يعني والثورة الفرنسية، مش احنا اللي هنخترع الحكاية. فاللحظة دي ما كانش فيه فرصة لاستثمار انه يبقى عندك صوت اعلامي قوي. وانا اذكر انه في ظل الوقت اللي الدولة كانت فيه ما بتأديش اي دور خالص، صحيت بقوة لما عملنا مشروع القناة بتاع الاكتتاب الشعبي بتاعت الشعب يريد، وطلع في النشرة في اكتوبر اظن او سبتمبر تحذير من تلبية اي دعوات للاكتتاب، اللي هو اصلا يعني الدولة كانت مش فاضية للكلام ده. وانا فاكر انه طلبنا من بعض الناس يعني انه تبنوا لما حصل مجلس الشعب ومجلس الشورى الفتره القصيره بتاعت الاخوان، انه لازم اول حاجه تبقى تحرير الاعلام، لانك عشان تطلع قناه تلفزيونيه في مصر ده يمكن ناس كتير ما يعرفوش، لازم موافقه المخابرات العامه، يعني ده اول حاجه المخابرات العامه.
طبعا لو كان اتغير القانون، طب ما هو لو حصل قانون بيقول القانون قانونا انت ما تقدرش تطلع قناة تلفزيون الا بموافقة المخابرات العامة، فمحدش يعرف الحكاية دي الا لما تحاول بقى تحط ايدك في المية. فالاخوان ما انشغلوش بده في الاول في مشاريعهم، وخدت الحكاية المسار اللي كلنا عارفينه، يعني مش حابب انه تبقى الحكاية يعني تقليب مواجع، بس يعني كل واحد يقدر يتحمل مسؤولياته يعني. ف اللي كانوا بيزايدوا على يعني كان في برامج كتير مش عايز اقول اسماء، كنت تحس ان هم يعني ايه الحلاوه دي، ده دول كانوا يعني رضعين من بق لينين التفكير الثوري، ومزايدات ويعلوا السقف ويختاروا اكثر الناس صخبا في البرامج، مش كمخطط لا كرغبه في الالتحام بالحاله دي. اللحظه اللي هي ما كانش فيها للاسف، كان المحاوله اللي افضت الى شيء بائس يعني، ودي من اهم اسباب خلافي مع الاستاذ ابراهيم عيسى قناه التحرير، انه بدات بالحلم ده، وانا مثلا واحد من الناس تنازلت عن يعني اقول ايه ثلاث ارباع اجري عشان نشترك فيها، وللاسف هو باعها منفردا من غير التشاور مع احد، يعني كانت ممكن تبقى مشروع لبناء اعلام مختلف. انا ما بحبش فكره اعلام ثوري، اعلام مختلف، اعلام حر. ف رجال الأعمال في الصحف والقنوات اللي كانت بالنسبة لهم حكاية الالتحام بالثورة تكسب، لما ما بقتش تكسب والناس انفضت وراحت تتفرج على ناس تانيين وأسماء تانيين، دعموا الناس التانيين. فالحكاية مش بالضرورة مخطط، الحكاية احنا بننسى انه في موجات وفي حالات. ف واللي بيخلي الناس تتفرج دلوقتي على القنوات المنتمية للإخوان هو أن الناس مش لاقي بديل، وأنه مثلا القوى اللي هي بتقول أنها ليبرالية أو يسارية أو كذا مش قادرة تعمل إعلام مستقل وبعيد عن فكرة أن هو يبقى ممول من قطر أو ممول من تركيا، مش قادرين يعملوا ده. فبالتالي الناس ما قدامهاش غير أنها تروح للصوت المعارض والمختلف. انت لما تيجي تحاول تحكم على واقع الاعلام او واقع الثوره او واقع السياسه او اي شيء، انا بحب تعبير من تعبيرات اصول الفقه ومبادئه اللي هو يقول لك الحكم على الشيء فرع من تصوره. لازم الاول نشوف تصورك للشيء ايه عشان نقيم حكمك عليه ايه. ما هو لو تصورك غلط او تصورك قاصر او فبشوف ساعات كتير ان تصورات الناس عن الثوره اللي هي لما تلاقي واحد يقول لك الهزيمه والنصر والامل والياس، ما انت لازم تقول لي كمان انت تصورك عن الثوره ايه، لان تصورك عن الثوره انها يعني بتحاول تغيير النظام عمره مش 60 سنه، عمره من ايام محمد علي وما قبل، وتقدر تلاقي جذوره ضاربه من ايام الفراعنه وفكره الدوله المركزيه، ومتصور انه تغييره هيبقى نزهه تحصل في 10 سنين، وبتتكلم في انه الياس والامل. فأنا مش هقدر أدخل معاك في نقاش لأن دي حالة درامية، فأنا ممكن أتمنى ليك ولي السلامة، وممكن يبقى عندي من اللباقة إن أقول إنه ربما ما تشعر به هو الرغبة في الأنين اللي أنت محتاجها، فأنا ما أقدرش أنظر عليك لأن أنا موجود بره مصر، حتى لما كنت جوه مصر كنت بقول الكلام ده، بس لازم أدرك ده. فبالتالي لازم نشوف الناس تصوراتها إيه لكل شيء، وبعدين نقدر نقول أحكامهم. ده بيساعدنا في يعني عدم هدر الطاقة والموارد في أشياء كثيرة جدا، وده اللي بيخلي الناس إنه ما بتفهمش ليه الناس بتنحاز للسلطة في مواقف معينة، زي مثلا أزمة المياه أو الحرب مع أثيوبيا أو مثلا الحرب المفترضة أو المتخيلة مع تركيا في ليبيا. الناس بتستغرب إنه ليه الناس بيضحك عليها بالسهولة دي وهم جربوا حرب اليمن وجربوا كذا. هو ببساطة لأنه لازم أنت تناقش تصورات الناس عن الدولة، أنت مش مقدم للناس تصور عن الدولة، أنت مش منشغل بأن أنت تقول للناس شيء محكم، أنت بتكلمهم في معاني وفي مبادئ وفي قيم، ومش قادر حتى تقدم لهم أن أنت قادر تكمل حزب. فبالتالي في لحظة الأزمة والخطر هيضطر أن هو يقولك لا يا عم أنا مع أقرب تصور متماسك. لازم الناس يكون عندها من الصدق مع النفس أنها تواجه نفسها بده. فبالتالي في حكاية الإعلام يمكن لحسن الحظ أو سوء الحظ، يعني التعبير الرائع اللي هو بتاع جرامشي اللي هو أنه عالم قديم لم يمت بعد وفي عالم جديد لم يولد بعد،
ده ينطبق أكثر ما ينطبق على وسائل الإعلام. وسائل الإعلام بتواجه أزمة كبيرة جدا في العالم كله، يعني كم الصحف اللي قفلت في أمريكا اللي هي مرتبطة بالإعلان وليها جمهور قراء يصل إلى مئات الصحف الإقليمية الكبرى غير الصحف الإقليمية الصغرى في العام السابق والذي سبقه، وفيما عدا 3 4 صحف كبيرة الباقي كله بيئن وبيتهاوى تحت سطو الإنترنت، وشايفين عالم جديد بيتشكل وفيسبوك وداخلين على عالم الديب فيك الفيديوهات المزورة. فبالتالي احنا مش مشكلتنا انه في فلان طالع يهوهو الساعة 10 يقول انه فلان الفلاني لقيط اللي هو بتتقال عليها بتضحكني قوي حكاية لقيط دي، لانها في الخيال بتاع مؤيدين السيسي جاي من افلام حسن الامام وعماد حمدي، عارف اللي هو انت قليط، عارف التريقة بتاعت اشرف عبد الباقي لما اتريقوا على المشهد ده هو محمد هنيدي، فناس لسه عايشة في خيال ينتمي إلى أفلام حسن الإمام إنه ده ومن أبوك يا رجل ومن أمك والحاجات دي، في عالم تاني يا جدعان. فالجيل اللي طالع هو مش مركز في ده خالص، دي خناقة تخص المنتمين إلى العالم القديم الذي لم يمت بعد. إحنا هنلاقي بقى إيه، وده الخطورة، إنه ساعتها الضابط اللي بيروح يشتري الآليات وبيشتري البرامج وبيشتري الأحدث، هو صحيح بيشغل القديم اللي بياكل مع الشعبي والبلدي، بس يوم ما بيبقى محتاج يشتغل هيروح بقى زي ما بيروحوا لتوني بلير كده في الخليج عشان يعملوا لهم استشارات، بيروحوا بقى لايه، للناس اللي عندهم الابديت. هنا بقى الفكره، انت لازم تبقى مدرك اشياء كثيره، منها فكره انه انت ازاي تواجه ازاي يبقى تشتغل على تطوير خطابك، ازاي بتشتغل على تطوير أدواتك. وأنا أزعم إن في اللي بيقعدوا يقولوا كلام انهيار الصحافة المصرية والبتاع دي، يمكن أكتر فترة أنا شايف فيها صحفيين موهوبين متعلمين صح دارسين صح، أتيحت لهم فكرة إن هم يدرسوا صحافة استقصائية في لحظات الانفتاح اللي حصلت أفضل مليون مرة من الصحفيين بتاع جيلي والأجيال السابقة، لأنه الصحافة كانت معتمدة أكثر على فكرة الرأي والبراعة والمهارة وفكرة إن أنت تطلع الكتكوت من قلب القبعة، لأ دول ناس، وبنشوف الجوائز اللي بياخدوها أسماء كتيرة مش عايز أنسى حد يعني، فلأ لحظة ما يحصل انفتاح ستدهش بمستوى الصحافة المصرية، وعندهم أصدقاء عرب والفيسبوك اللي بيقعدوا الناس طول الوقت يقول لك إيه التفاهة ويستشهدوا بالكلام بتاع إمبرتو إيكو اللي هو الحمقى يتكلمون في السوشيال ميديا، هو ابراهيم نافع لما كان بياخد صفحه كامله دول الحمقى ما كانوش بيتكلمون في الاهرام، ومرسي عطله لما كان بينزل صورته كان مصباح قطب كان مسميه مرسي 3 عمود لان هو صورته بتنزل على 3 عمود، ده كان ضرر واقل من شاب لسه بيتعلم بيكتب حاجه على الفيسبوك. يعني الناس في اطار انه الرغبه في التطهريه والرغبه في انه ده جزء من توظيف السوشيال ميديا ان احنا بنستخدمها عشان تبين لنا افضل، فاحنا ارقى من ان احنا نتاثر بالسوشيال ميديا، بينما انت عندك شباب موهوب جدا وكتاب مهمين انت بتتابعهم وبتشوف نظراتهم ونظرتهم للحياه، وساعات يخطئ في العربي بس بيقول كلام اهم 100,000 مره من اللي عارفين نحو وصرف. فبالتالي انا مش خايف من فكره المواهب، لكن اللي بقلق منه من فكره انه التشبيك، مفيش عندنا القدره على التشبيك، انه الشخص اللي يقدر يوم ما يتقال له يلا اعمل جورنال يقدر يعمله لانه عارف يجيب فلان ويجيب فلان او قناه تلفزيون يجيب فلان ويجيب فلان. فاحنا داخلين في عالم الضابط مش هيتهنى بتصريح المخابرات، لانه الفيديو اللي بيتصور وبيطلعه عيل من اي حته في العالم بيهدله شغل ميزانيات برامج بملايين الدولارات بفيديو معمول بشكل حلو متصور حلو في فكره ذكيه، فلا انا مش قلقني ده، يعني هو بالعكس هم بيستثمروا في حاجات ميته. اللي قلقني فكره القدره الضابط على السيطره على الانترنت من خلال دراسه التجربه الصينيه من خلال دراسه التجربه الروسيه، ده اللي يخوفني انه هل هو هيقدر يعمل ده، فاحنا يعني الكابوس الصيني او الكابوس الروسي نعيشه في بلدنا ولا لا. لكن طالما هو مش قادر يعمل ده، لا الانتصار هيفضل للفكرة الحرة، مش الحرة ساعات حتى الفكرة الحرة الغلط
لان دايما احنا نقول انه الفيلم ممكن تبقى فيه فكره مبدعه بس طالعه من دماغ حلوه فتثير جدل وخناق ونقاش، بس هي ما هياش بالتليفون، ما هياش حد بيقول لك اطلع قول كذا، اللي هو تم الارسال من جهاز سامسونج. ما فيش مستقبل للاعلام ده. في رايي اهم حاجه في ظاهره محمد علي، غير ان هو، انا رايي ان هو يعني يمكن الكلام ده يزعل بعض الناس، هو أدى دوره خلاص. يعني هو بمجرد ما طرح الرؤية أو السردية المختلفة بتاعت القصور والفساد، والسيسي تطوع بالفكاكة والفهلوة إنه يثبتها بمنطق هبني وهبني وهبني، خلاص عارف زي اللي هو يعني ممكن في المستقبل ما يبقى ليه دور. أنا ما أقدرش أن أحكم على مستقبل حد، بس أنا بتكلم عني أنا كمشاهد. خلاص هو السردية دي بقى دلوقتي في سرديتين بيتصارعوا في مصر. هل احنا زمان كان في سرديه واحده قبل الموقف ده؟ لكن كمان المهم في ظاهره محمد علي انه عشان لا يحمل اكثر ما يحتمل، وده انا كتبته يعني قلته، انه كشف عن تصورات الناس عن السلطه. يعني جزء من اهتمام الناس بتخيلهم ان في حد وراه عشان يخلص الليله، ده يكشف عن تصورات المصريين للسلطه، انه لا زال المصريين عندهم رهان على فكرة السلطة اللي بتتصارع أجنحتها وبتخلص ومن سيركب السلطنة. لازال التصور المملوكي بطبعاته ها، وفكرة الانقلابات العسكرية ومن غدر بمن، لازالت هي المسيطرة. مش بالضرورة ان ده يبقى بطالب انه يبقى محبط للناس، بس لازم يحطوه في اعتبارهم. لازم انت تبقى مدرك الخيال السياسي شغال ازاي، لازم انت تدرس فكرة انه لازالت فكرة الطهر السياسي موجودة، وعشان كده الدولة بتستخدم سلاح التسريبات، مين الطاهر ومين النقي ومين، وده جزء من الخطاب الوجدان نفسه اللي بنقوله واحنا بنساهم فيه. عشان كده انا مثلا لما بيلومني ناس انه انت بتستخدم الفاظ وبتاع، اقول له انا مش مطالب، مش بطلب منك انك ترشحني اطهر كاتب في العالم. انا مهمتي ان انا ابقى راجل بارع في شغلتي، ان انا بكتب، بحاول ان انا اكتب حلو، بحاول ان انا استمتع باللي بكتبه وبامتعك. اذا طريقتي مش مناسبه ليك شوف حد تاني، لكن انا مش هغير الطريقه. فدي المشكله، ان احنا بقينا ماشيين ورا خيال سياسي قديم وكلنا عايزين نتحط فيه، انه مين فينا الطاهر ومين فينا النقي ومين فينا اللي بيحب الغلابه والناس الطيابه ومين فينا اللي صوته حنجوري وطمي النيل وديتي اكتر ما اديتي، والخيال ده كله اللي احنا ولاده مش بنتنكر ليه، بس لازم نتمرد عليه. يمكن يكون الخلاص. يعني في تعبير كتبه كاتب جزائري شاب انا بحب اقرا له اسمه صلاح باديس، كتب انه يمكن يكون الحل للجزائر مع موت اخر مجاهدين التحرير والمناضلين التحرير، ويطلع ناس ما لهمش مرتبطين بفاتورة انه احنا شاركنا في التحرير، واحنا يمكن ده يكون الحل في الجيل اللي احنا بنقول انه مش مرتبط بالسرديات الوطنية القديمة اللي هي احنا توجر بها ونهب بها وسرق بها حرب اكتوبر والتحرير والبطولات حرب الاستسلام. ممكن الجيل ده يبقى عنده شكل اخر للوطنية، شكل انه الوطنية المصرية بشكلها القديم اللي كلنا كنا متأثرين بيه، أجيالنا والأجيال اللي اتولدت في السبعينات وفي الثمانينات عطلها وعطل البلد، ممكن يكون ده الحل. بس لازم ده يتم التعامل معاه بحذر، لأنه دايما الاستبداد خصوصا في ظل وجود دولة عدوانية وعنصرية زي إسرائيل على الحدود قادر على تجديد الطبعة الوطنية المتخلفة. من هنا تقدر تقرأ اهتمام الناس بفيلم الممر، ده مش اهتمام كاذب، لا ده اهتمام لانه في رغبة عند الشباب لما لقوا بغض النظر عن فنيات الفيلم انه عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. ممكن يكون مش اعجاب، ممكن يتريقوا عليه، بس في رغبة في الفيلم. فبالتالي لو اتيح ممكن في لحظة من اللحظات مع تطور شكل الاعلام يبقى مستقبل الدراما المصرية جاي من المهجر. حصلت، ممكن يبقى مستقبل الادب الحقيقي جاي من الانترنت، ممكن يبقى مستقبل الإعلام الحقيقي جاي من الفيديوهات القصيرة الذكية. ف يعني من المهم ان انت وانت بتحتفي بالجديد ما تتخيلش ان الجديد بيحمل معاه ضمانة الحيوية والطزاجة، لازم طول الوقت تبقى على حذر من قدرة الجديد ده
على ان يقفز اصحاب المصالح عليه، زي ما قفزوا على الانترنت وحولوا شيء احنا كنا شايفينه والله ايه الحلاوه دي الفيسبوك، الى شيء متحكم الخوارزميات بتتحكم فيه. يا ريت البشر ده الظابط انت ممكن حتى تضحك عليه او تناقشه او تتحايل عليه، انما الخوارزميات خلاص هو شاف كلمه حماس حجب البتاع من غير كلام. ده ممكن يحصل في المستقبل في اشكال اخرى، فلازم يتم التعامل مع الجديد ده بحذر مش تقديس الجديد. في رأيي انه اهم حاجة، واحنا هندخل على يعني كمان سنة هيبقى في عندنا 10 سنين مرت على ثورة يناير، انه اللي حصل في السودان والجزائر تحديدا ثم العراق ولبنان لانه مهمتهم اصعب لملفات متشابكة والدخول الايراني في الموضوع، بس اللي حاصل في السودان وفي الجزائر انه ملهم في ايه؟ لانه في صحيان لفكرة السياسة، لفكرة ان الناس تطرح خطاب سياسي ولا تنجر للمزايدات لما يتقال لهم لا وازاي وان انتوا حطيتوا ايدكم في مين والتفاوض مع القتلة. هو اصلا التفاوض لازم يكون مع القتلة، لانه لو مش قتلة هتتفاوض معهم على ايه؟ يعني بالعقل والمنطق كده انت لازم في مرحلة معينة لكي لا تهزم أن تضطر للتفاوض، وأي حد بيطرح الحلول الخرافية وبيروجها بيساهم في ترسيخ الاستبداد وفي إطالة عمره. ده مش معناه أن أنت تبقى انهزامي أو وقوعي، الواقعية مش الوقوعية، والعقلانية مش بالضرورة هي أنك تختار خيارات منحطة، لكن اللي حاصل في السودان وفي الجزائر أنه في لحظة ما الناس بتدرك أن ده مش أفضل شيء، لكن ده المتاح اللي يبنى عليه دلوقتي. فاحنا نقدر، ومن هنا النقطة اللي كنت قلتها لك في الأول، إنه مهم بقى في اللحظة دي إن الناس اللي اشتغلت على تصورات وأفكار، الناس في اللحظة دي هتحتاجها حتى لو ما يعرفوهاش. يعني لو طلع واحد قال كلام متماسك ورؤية، أو 5 6 عاملين رؤية في اللحظة دي بالتحديد، يبقى هم الأهم وهم الأجدى للناس، لأنه لحظة السيولة الثورية لا تدوم إلى الأبد، والناس في لحظة من اللحظات بتزهق وبتمل وثمن القمع بيبقى عالي. فلما الثورة المضادة، ولو ان رأينا ده مصطلح برضو كمان احنا بنستسهل اخده، لان ساعات ما بتبقاش بالضرورة ثورة مضادة، هي ما بيبقاش عندها تفكير مضاد، هي بيبقى ليها حالة سيطرة، حالة مصالح، الحكاية اعقد شوية. فلما بترد الصاع صاعين بتكتشف ان الناس اللي كانوا معاك في لحظة ما هم متخيلين ان عندك خطة ثم اتضح لهم انك ما عندكش خطة، يقول لك لا يا عم خلاص. وده اللي كان ناس كتير بيقولوه، اخواننا ما تساعدوش الناس في 2011 ان الميادين تقل برفع شعارات مغالة في سقفها من غير التفكير المنطقي اللي هو على قد لحافك مد صورتك، يعني حط الحكاية في حجمها واعرف انت رايح فين. فده الملهم في تجربة السودان وتجربة الجزائر، برغم ان المسألة يعني بشوف اصدقاء سودانيين واصدقاء جزائريين، مسألة صعبة وطويلة وهيبقى فيها دم وتضحيات، لكن الملهم انه الناس بقى تقول طب لا احنا بنتكلم في ايه؟ مفيش شيء مؤبد. وضع السوداني بالتحديد والجزائري كان يبان انه وضع مؤبد الى ابد الاباد، ووصلت الاهانة للناس ان هم يحكمهم خيال مآتة في الجزائر، وانه يحكمهم واحد ما بيعرفش يسافر بالطيارة احسن الامريكا تقبض عليه، يعني مفيش انحطاط بعد كده. فحط عندك على ده كمان العراق والملحمة الرائعة اللي حصل فيه، ولبنان والملحمة الرائعة اللي حصل فيه، ان الناس بتتحرر من طوائفها وتتحرر من انتماء الطائفي. فما تجليش بقى بعد كل ده تقول لي بقى اليأس والأمل، ما خلاص بقى ما بانت اهو ان ما فيش احزن واحذر وما تسلمش نفسك لقمة سائغة بأفعال طائشة بسخونية ورا ناس انت مش بالضرورة عارف هم عايزين ايه او رايحين لفين. هو الاخطر من هم يبقى هم عايزين ايه انهم مش عارفين هم عايزين ايه. يعني انا دايما اقول انه الخطوره في كثير من الاعلام اللي ليه علاقه بالاخوان مش ان عندهم خطه ولا مؤامره، هم مش عارفين اصلا، هو كله بالحب، هو مستنيين اللواء مدرع 16 ينقلب عشان هم ايه يعني يا ريت ان عندهم خطه زي اللي بتقولها السلطه. ففي الاخر كل واحد فينا، وده انا دايما بفكر نفسي بيه، ده الشيء اللي انا انه لازم ادراك محدوديه قدرتك كانسان،
اشتغل في حدود طاقتك. يعني انا اللي اقدر اعمله ان انا افكر في حاجه اكتبها واكتبها حلو وخلاص، انه اذا اتيح لي ان انا اعمل برنامج اختار ان انا ما اتورطش في برنامج تحريضي طالما انا مش هدفع ثمنه، فاختار ان انا اعمل برنامج ليه علاقه بالثقافه او ليه علاقه بالفن، ومن خلاله اقول برضو افكاري ومبادئي بالشكل اللي انا عايزه، بس من غير ما انا استغل لخدمه طرف ما حتى ايا كانت اهدافه. بس ده اللي انا عندي اخطاء وعندي عيوب وعندي ازمات، بس في الاخر انا بشتغل في حدودي. يعني حتى لما كنت بكتب ككاتب راي، في ناس كتير ما كانتش تتفق معايا في اللي انا بكتبه، بس انا بكتب راي، هو اسمه كده توصيف مهنتي اللي انا درسه في كليه اعلام، كاتب راي او بيسموه التعليق السياسي. فالتعليق السياسي بطبيعته منفعل، وبطبيعته احيانا كثيره يخطئ واحيانا كثيره لا. فلما يجي واحد يقول لي انت اخطات، طب ده جزء من المهنه، ده جزء من مهنتي ان انا بامارس، لكن انا مش محلل سياسي. التعليق السياسي حاجه، التحليل السياسي حاجه، التقديم التلفزيوني حاجه، ومش كل واحد مقدم او كاتب بقى زعيم سياسي او عنده فولورز بقى يطلع في الفولور يكلم الناس من فوق، او حد يتاثروا بيه فيقول لهم يلا اخرجوا الشارع. يعني طول الوقت لازم نرجع تاني لفكره قدراتك الإنسانية إيه؟ إيه محدودية قدراتك أنت تتصرف في إطارها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي نفس الوقت أنت كمان تتحلى بالأخلاقيات المهمة اللي من نوعية إن أنت لا تطلب من الناس إن هم يدفعوا ثمن أنت مش هتدفعه. والله. دي حاجة مهمة جدا وليها علاقة بالأخلاق وبالمنطق وبالجدعنة بالمعنى البلدي يعني. فساهم في التنوير، ساهم، اسخر، هاجم، انتقد، لكن عند لحظة انك هتخلي حد ينزل الشارع لزي ما انت ما كنتش موجود جنبه، فيعني عيب قوي عليك بصراحة انك تتكلم يعني.